نصيحة في دقيقة برعاية مخابر فخاتير غازيس. صحة رمضان لكم. كاين ناس بزاف اللي عندهم يجوا المصالح تاعنا الطبية باش يديروا واحد لي زانجيكسيون. هذوك لي زانجيكسيون ساعات نديروهم نديروهم كيما نديروهم اون سوكوتاني ولا نديروهم اون انترا ميسكولار، وهما لازم يجوا كيما نقول لك دو مانيير ريغولير. هذوك اولا عندهم دي مالادي كرونيك، صادير اذا حنا نديرو لهم معناتها دخلوا دون ما يسمى مالادي كرونيك، معناتها امراض مزمنه. الناس اللي عندهم مرض الدم، الناس اللي عندهم التهاب كيما نقول لك في الكولون تاعهم، كيما اللي عندهم مرض الذكران، الناس اللي عندهم مشكل في الدم تاعهم برينسيبالمون لو بيربيرا هذاك ترومبوبينيك، هذوك لازم لهم تشكك. دوك حنا ماذا بينا في رمضان واحد اللي طاحت له لا كور تاعو في رمضان ماذا بينا يجي يديرها. علاش؟ لعلاش عندنا كيما نقول لك ان بروغرام لازم نحترموه. اذا صوتينا هذيك التشكه راح يطرح لنا مشكل. هذا النداء تاعنا، ماذا بينا الناس يجوا. علاش ما كانش ما راحش يحبس الصيام تاعهم. ويعطيكم الصحه.